سيدات والسادة، نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية ومن النيل للأخبار. مرحبا بحضرتكم، مرحبا رهام. أهلا بك محمد، أهلا بكم. وبداية نشرتنا بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تسابق الزمن لإضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية. مصر توقع اتفاقا مع تحالف عالمي لإدارة وتشغيل وصيانة محطتي حاويات السخنة والدخيلة. واستقبال أول طائرة محملة بمئات الأطنان من اللحوم من المراعي المصرية في تشاد. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. أسعار النفط العالمية تهوى بنحو 5% لأدنى مستوى في أكثر من عام مع تزايد المخاوف المصرفية. تفاصيل النشرة لكم التحية. الدولة تسابق الزمن لإدخال 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية في الأراضي الزراعية، أي بنحو ثلث مساحة الأراضي الزراعية الموجودة بمصر، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية. هكذا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية. سيادة الرئيس أكد كذلك أن تحقيق التنمية الصناعية على أرض الواقع يتطلب جهدا وتمويلا كبيرين، مشيرا إلى أن الاهتمام بالصناعة يتطلب نحو 800 مليون دولار لإنشاء مصانع كثيرة تلبية للاحتياجات المحلية المتنامية والتصدير. باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي للمواطن، كان توجيه القيادة السياسية قبل 4 سنوات بإنشاء مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة تلبية لاحتياجات الزراعة بالداخل والتصدير للخارج. رؤية استباقية أصبحت واقعا ملموسا بافتتاح المجمع الذي ضاعف إنتاج شركة النصر للكيماويات الوسيطة من 220 ألف طن إلى 1,740,000 طن من الأسمدة. كتير من الناس يقولوا إيه؟ أنتوا ليه مش مهتمين بالصناعة؟ إحنا عشان نهتم بالصناعة ونتحرك فيها هناخد وقت وجهد كبير قوي وتكلفة كبيرة. مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه ده، انت بتتكلم في غير تمن الارض والمرافق اللي هي بتوصل لها، بتتكلم في 800 مليون دولار، ولا انا مش واخد بالي؟ فالرقم كبير يا جماعة. عشان تعمل مصانع كثيرة تقدر تحقق بيها اولا حاجاتك اللي انت عايزها، ويتبقى جزء للتصدير، ده موضوع هياخد وقت. ولازم واحنا بنتكلم في النقطه ديت ننتبه لحاجه مهمه قوي، ان احنا كان عندنا اولويات موجوده ازاي نوصل ان احنا نبقى يعني اقدر اقول ان انا اجي اعمل مصنع زي كده ما يكون عندي الطاقه الكهربائيه اللازمه. مش ممكن لو ما عنديش كهرباء، طب هعمله ازاي؟ بعد تكليف سيادتكم للشركه باستكمال العمل لانشاء مجمع لانتاج الاسمده الازوتيه في شهر مايو من عام 2019، لنشهد اليوم الانتهاء من إنشاء المجمع الثاني بالعين السخنة لتنفرد شركة النصر للكيماويات الوسيطة بكونها الشركة الوحيدة داخل جمهورية مصر العربية التي تنتج كافة أنواع الأسمدة المختلفة الفوسفاتية الأزوتية والبوتاسية، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأسمدة وتصدير الفائض. ومنذ تحملها المسؤولية أولت القيادة السياسية اهتماما كبيرا بتوفير الغذاء الآمن للمصريين، حيث أطلقت العديد من المشروعات في مجالات الزراعة، من بينها إضافة أكثر من 3.5 مليون فدان تمثل ثلث الرقعة الزراعية القديمة لمصر، وكان أهمها مشروع دلتا مصر. أنا عايز أقول لكم على المشروع بتاع الدلتا الجديدة ده. أنتوا لو شفتوا محطات الرفع اللي بتتعمل، احنا بنتكلم في 30 محطة، واحد في الشمال 15 و15 في الجنوب يا دكتور مصطفى، وحد يصلح لي لو انا بقول رقم مش دقيق يعني، لكن كل محطة منهم عمل هندسي محترم بهدراته
بالطرمبات اللي هتتحط فيه، بالشغل اللي عشان اجمع مصرف عكس اتجاه الانحدار الطبيعي ولم الميه دي كلها اللي كانت بتلقى في الحاله ديت في المكس، مش كده؟ واروح واخدها عامل لها معالجه. هي بالمناسبه هي كانت اتعالجت قبل كده وتم تدويرها قبل كده حتى، لكن احنا قلنا هندورها تاني. تمثلت الاجراءات الاستباقيه في تنفيذ العديد من المشروعات القوميه الكبرى، خاصه المرتبطه بالزراعه واستصلاح الاراضي، استهدفت زياده الرقعه الزراعيه بحوالي 4 مليون فدان تقريبا. ايضا يضاف الى ذلك محور التوسع الراسي والذي استهدف زياده الانتاجيه ورفع كفاءه الانتاج من وحده المساحه من خلال استنباط اصناف وهجن متميزه ذات انتاجيه عاليه ومبكره النضج وقليله الاحتياج المائي، بالاضافه الى تطوير الممارسات الزراعيه المتبعه والاعتماد على الخريطه الصنفيه للمحاصيل الاستراتيجيه، مع الاتجاه نحو التوسع في الاصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخيه، وهو امر جعل من الاصناف والهجن المصريه في اعلى مراتب الانتاجيه العالميه، خاصه من المحاصيل الاستراتيجيه بالنسبه لوحده المساحه. الرئيس قام بجولة تفقدية داخل مصانع ومعامل مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، واستمع لشرح بشأن مراحل الإنتاج. أستاذن سيادتك مديري المصانع لعرض سير العملية الإنتاجية. كيميائي شافعي عبد المنعم مدير مصنع الأمونيا السائلة. بطاقة إنتاجية 1200 طن في اليوم. تتم العملية الإنتاجية من خلال 3 مراحل. المرحلة الأولى ويتم فيها إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي عن طريق مروره داخل فرن بدرجة حرارة 1200 درجة بعد نزع الكبريت. المرحلة الثانية ويتم فيها تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز النيتروجين المستخلص من الهواء الجوي لإنتاج غاز الأمونيا، وتستغل الطاقة الناتجة من التفاعل في إنتاج البخار اللازم لتشغيل التوربينات البخارية داخل وحدة الضواغط. المرحلة الثالثة ويتم فيها إسالة غاز الأمونيا بالتبريد على عدة مراحل وتخزين المنتج داخل خزان سعة 15,000 طن. هذا الصرح الصناعي ضمن 4 مجمعات صناعية كبرى تابعة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، مكنت مصر من التصدير إلى 56 دولة في العالم، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية محليا، وهو ما ينعكس إيجابيا على الأمن الغذائي للمصريين. محمد شلآمي، التلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة. دكتور محمد، بعد التحية، من خلال متابعة حضرتك لهذه الافتتاحات اليوم والتي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف ترى أهمية مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة وما يسهم به هذا المصنع في تحقيق التنمية الزراعية، وهو ما يتواكب مع الزيادة في الرقعة الزراعية واتجاه الدولة في يعني إدخال رقعة زراعية جديدة للقاعدة الزراعية لدينا في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. تحياتي. طبعا الكل تابع اليوم افتتاح طرح مهم من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالتحديد. والأسمدة الأزوتية هي تعتبر الآن هي المدخل الأساسي لكل أنشطة الإنتاج الزراعي في مصر وفي العالم كله على المستوى. ما حدث اليوم هو استكمال لسلسلة الإنجازات
المصرية في إطار الاستثمار الكبير للخامات وللموارد الطبيعية الموجودة في مصر. لعلنا في الفترة الأخيرة نلاحظ أن هناك يعني سلسلة من الافتتاحات ومن المشروعات كلها في نفس الإطار، يعني افتتاح مصنع أسمدة مهم جدا كمدخل للتوسع في الرقعة الزراعية، كان من قبل ذلك افتتاح لمحطة معالجة مياه سواء كانت المحسمة أو بحر البقر، هي أحد المدخلات والمحددات الرئيسية في التوسعات الأفقية وزيادة الرقعة الزراعية. فمدخل المياه موجود، ثم مدخل الأسمدة موجود، وبعد فترة نلاحظ افتتاح يعني مصنع أو افتتاح نشاط آخر له علاقة بهذه القصة أو له علاقة بموضوع الأمن الغذائي أو حتى له علاقة بقضية من القضايا التي تهم المواطن وتهم الدولة المصرية. في النهاية الدولة المصرية الآن على خطى ثابتة نحو بناء مستقبل لهذا البلد، فافتتاح مصنع للأسمدة أو افتتاح محطة معالجة أو أي مشروع من مشروعات الدولة المصرية التي تقوم الآن بإنشائها، وكأن الدولة المصرية الآن تتجاوز الزمن، يعني مكثنا فترات طويلة خلال سنوات عديدة مضت وكان هناك يعني فرص عديدة كان يجب أن تستغل. وأيضا هذا يتواكب يا دكتور محمد مع يعني استراتيجية الدولة في تحقيق خطط بزيادة الرقعة الزراعية كما صرح السيد الرئيس بإضافة 3.5 مليون فدان إضافية إلى الرقعة الزراعية الموجودة في الأصل وهي تمثل ثلث الرقعة الزراعية في مصر. بالضبط، يعني كل الرقعة الزراعية المزرعة في مصر هي لا تتجاوز 10 مليون فدان، رغم أن مساحة مصر الإجمالية تقريبا تصل إلى حوالي 240 مليون فدان، ولكن معروف أن محدودية المياه هي العامل المحدد في التوسع في هذه الرقعة. في النهاية ملف الأمن الغذائي الذي أصبح في ظل كل الأزمات المتلاحقة عالميا أصبح ملف يكاد يقترب من يعني ملفات الأمن القومي والإقليمي للدول، بسبب أن الآن أصبح الغذاء في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء سلاح استراتيجي تتعامل مع الدول بهذا المنطق. نعم، وبناء عليه دكتور محمد أكد السيد الرئيس مع السيد وزير الزراعة على يعني تحديد أسعار ثابتة لضمان سلع استراتيجية كالقمح وكعباد الشمس مثلا، فول الصويا، الذرة، يعني وهي كلها محاصيل استراتيجية بالنسبة لمصر لفترات طويلة يا فندم. يعني كويس الحركة ذكرت النقطة دي بالتحديد. نعم. فترات طويلة كان ينادي النخبة بتفعيل ما يسمى بالزراعة التعاقدية، أو أن الدولة تستلم المحاصيل على الأقل الاستراتيجية من المزارع. نعم. لأول مرة يتم تفعيل هذا المبدأ أو المنهج، ومنهج الزراعة التعاقدية أن يكون هناك سعر ضمان، يعني الدولة بتحط سعر للمحصول من قبل المزارع ما يزرع، يعني كأنه بتقول له احسب حساباتك، تكلفتك، العائد، وخد قرارك. ما كانش بيحصل الكلام ده الأول تماما، إن الفلاح لما كان بيزرع القمح أو بيزرع الذرة أو فول الصويا أو أي محصول من المحاصيل الهامة الاستراتيجية والرز ما كانش بيعرف هو الدنيا هتمشي إزاي معاه. فدلوقتي أصبح في سعر ضمان، سعر ضمان يعني مثلا على سبيل المثال القمح 1250 جنيه، 18000 جنيه فول الصويا أو 15000 لعباد الشمس، أسعار ضمان. يعني إيه؟ يعني مهما حصل في السوق لو السوق قل فده سعر ضمان ضامن للمزارع إن الدولة هتاخد منك بالسعر ده، أما لو السوق رفع أثناء فترة الحصاد فالدولة متعهدة إنها تستلم المحصول بالسعر المتداول أثناء الحصاد، وكأن الدولة تربط السعر بسعر البورصة اللي هو في الغالب لها علاقة أو قريب جدا من السعر العالمي. نعم. ومن هنا تحققت المعادلة اللي كل كان بينادي بها، أن تستلم الدولة المحاصيل الاستراتيجية وتسعرها قبل زراعتها، فبالتالي ده تشجيع مهم جدا لصغار المزارعين بالتحديد، وهي النسبة الغالبة في مصر أنهم يتوسعوا في هذه المحاصيل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف، تحياتي فندم.
في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستي المتكامل للحاويات، شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقدي التزام لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات بمينائي السخنة والدخيلة. بالفعل، وتم توقيع العقدين مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية باستثمارات تصل إلى 1,600,000,000 دولار. عقود باستثمارات تتجاوز المليار ونصف المليار دولار لتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات بمينائي الدخيلة بالإسكندرية والعين السخنة، شهد مراسم توقيعها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بين وزارة النقل وكبرى الشركات والخطوط الملاحية العالمية هاتشسون بورت وام سي اي وكوسكو. تم التنسيق مع مشغل محطات الحاويات العالمي الأول في العالم، منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات واحدة في ميناء الدخيلة على رصيف 100 واثنين في ميناء السخنة. ليه بنقول اثنين في ميناء السخنة؟ لأن في محطة 1.2 كيلو ثم يعقبها محطة أخرى 1.4 كيلو متعاقدين على المحطتين في وقت واحد، ولكن دي لها توقيت إدارة وتشغيل ودي لها توقيت إدارة وتشغيل، عشان كده بنفصلهم وبنقول محطتين. بموجب هذه الشراكة الدولية تضمن مصر روابط مباشرة للتجارة مع العالم وتصبح مركزا لوجستيا عالميا. تم تصميم هاتين المحطتين الجديدتين بحيث يكون لهما مراسي عميقة بأحدث المعدات الفنية للتعامل مع كبريات السفن في العالم. علاوة على ذلك، سيكون هناك مرافق للسكك الحديدية بالرصيف للتعامل مع الشحن بهذه السكك، وهو عنصر مهم لإزالة الكربون من سلسلة التوريد، وستظل الاعتبارات البيئية عاملا مهما لقراراتنا الاستثمارية في مصر. طفرة في منظومة الموانئ المصرية حققتها الدولة ولا تزال تسعى إلى تطويرها بجذب المزيد من الاستثمارات الدولية وإبرام عقود مع كبرى الشركات العالمية. من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيمان توني، التلفزيون المصري. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن عرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام 2023-2024. وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسية للخطة، مشيرة إلى أن التوجهات الاستثمارية لها تركز على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، موضحة أنها ترتكز كذلك على إعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، فضلا عن توجيه الاستثمارات الصناعية لصالح مشروعات إحلال الواردات من الحكومات من المكونات والسلع الوسيطة، ذلك إلى جانب تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما ترتكز الخطة الاستثمارية على أهمية تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم في مجال التعليم التكنولوجي والفني والمهني، مع تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة. كما عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى طه لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وقد استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية، قائلا إن هذا النمو جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات المهمة التي تبنتها الحكومة على مدار العام الماضي، في الوقت الذي تعمل فيه على تنفيذ مجموعة أخرى من الإجراءات للوصول للمستهدفات الطموحة التي وضعتها الحكومة للسائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة. من جانبه، أكد وزير السياحة أنه جاري التنسيق مع وزير العدل لإصدار تشريع يضمن حماية السائح وتعديل قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأيضا إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم شركات السياحة. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل بمشروع المتحف المصري الكبير وموقف تطوير المنطقة المحيطة به. وأشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق التكامل والتناغم بين المتحف المصري الكبير وجميع المواقع المحيطة به
من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، بما يجعل هذه المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة على مستوى العالم، وبما يتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار على مستوى العالم باعتباره أيقونة ثقافية للإنسانية بأسرها. نجدد التحية. على هامش مشاركتي على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية 46% للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين، عقد المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اجتماعا مع أعضاء المجموعة البرلمانية الإفريقية بالاتحاد. وخلال الاجتماع أكد جبالي على الأهمية الخاصة التي توليها مصر لقضايا قارتها الإفريقية، وهو ما ينعكس على الحرص المصري على الدفاع عن المصالح والقضايا الإفريقية في المحافل الدولية كافة. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى وحدات الدفاع الجوي باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطوير والتطهير الكيميائي المتطورة. وقد نقل الفريق أسامة عسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة عناصر الدفاع الجوي، مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان. كما ناقش عددا من القادة والضباط في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والاستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية، مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءات القتالية العالية لتنفيذ المهام التي توكل إليهم. استقبل حزب حماة الوطن أول طائرة محملة بمئات الأطنان من اللحوم من المراعي المصرية في تشاد. هذا وتشتهر دولة تشاد بالثروة الحيوانية وامتلاك مراعي شاسعة، كما أيضا يتم ذبح الماشية فيها وفقا للشريعة الإسلامية. وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قام حزب حماة الوطن بتوقيع بروتوكول تعاون مع دولة تشاد، والتي تعد من أكثر الدول التي تشتهر بالثروة الحيوانية. نظرا لما تمتلكه من مراع شاسعة، نجح حزب حماة الوطن في إقامة مزرعة مصرية لتسمين العجول التشادية ثم ذبحها ونقلها مبردة بالطيران إلى مصر، لتهبط أول طائرة محملة باللحوم في مطار القاهرة محملة بمئات الأطنان، تمهيدا لبيعها بأسعار رمزية للمواطنين في مختلف المحافظات. العلاقات بين تشاد ومصر علاقات قديمة، لكن ابتداء من اليوم جينا احنا نتلاقى اول طائرة بتجيب لحم من تشاد، لكن تنفتح افق جديدة للتبادل التجاري بين تشاد ومصر. مجال الامن الغذائي ده مجال مهم جدا لينا كدولة مصرية، واحنا كحزب حماة الوطن بنهتم بهذا وبنساعد الدولة المصرية ان احنا نوصل باللحوم بنصف السعر اللي موجود في السوق المصري. إن شاء الله هيتم توريد خلال الفترة القادمة ما يقرب من 800 طن هيصلوا شهريا. بنشتغل على تجهيز وإعداد منافس ثابتة هتصل إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، لكن علشان دخول رمضان ووصول اللحوم في هذه الفترة هنوزع هذه اللحوم بسيارات مبردة. خدنا أرض على مساحة كبيرة وحطينا فيها أبقار، غيرنا المرعى، خليناها نفس المرعى اللي تناسب المستهلك المصري، زرعنا عدد من الأراضي الموجودة وبدأنا نعمل حجر على كمية من الأبقار. دولة تشاد هي دولة مسلمة بيذبحوا حلال، في موافقات على المجزر، في لجنة من هيئة الطب البيطري ووزارة الزراعة موجودة هناك بقالها شهر يكشفوا على العجل من قبل ما بيخش للذبح لحد ما بيوصل للطيران عشان نوصل للسعر المناسب. عملنا نظام مقايضة، عملنا تبادل تجاري ما بين الدولة التشادية
ما بين جمهورية مصر العربية. تلك الجهود التي يبذلها حزب حماة الوطن للتخفيف عن كاهل المواطنين تأتي في إطار خطة تنموية واعدة لزيادة الفرص الاستثمارية التي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري والمواطن على حد سواء، وهو ما يسهم في زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق ويساعد بشكل كبير في انخفاض سعر اللحوم البلدية المحلية وتخفيف الأعباء عن كافة المواطنين قبل حلول الشهر الفضيل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الإنتاج الحيواني والزراعي بحزب حماة الوطن. تحية لحضرتك يا باشمهندس. باشمهندس محمد، يعني كنا نتحدث عن التعاون وتوطيده بين الأشقاء بشكل عام لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إذا تحدثنا عن يعني البعد المصري التشادي في هذا الإطار على صعيد توفير السلع الغذائية وخاصة ما تم توريده من كميات في الفترة الأخيرة، يعني كيف تنظرون إلى هذا الأفق وأبرز ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين لعمليات التوريد، وأين سيتم طرح هذه اللحوم والنسب المتاحة حاليا؟ يعني بالتأكيد هناك أكثر من بعد مهم جدا أن يتم النظرة إليه بنظرة تحليلية فيما يتعلق بالإشراف البيطري وكثير من محاور وثيقة الصلة. نعتذر للمشاهدين لتعذر التواصل مع المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الإنتاج الحيواني والزراعي بحزب حماة وطن. متواصلون مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع الأزمة السورية والتعاون الاقتصادي يتصدران لقاء الأسد وبوتين في موسكو. ومع احتدام المعارك في بخمت قوات فاغنر الروسية تؤكد إحراز تقدم وأوكرانيا تتمسك بالدفاع عن المدينة. عقد رئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين، وتركزت المباحثات على الوضع في سوريا وسبل حل الأزمة هناك، حيث أكد بوتين أن روسيا تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا بعد زلزال المدمر الذي تعرضت له الشهر الماضي. كما رحب الرئيس الروسي بتطور العلاقات بين موسكو ودمشق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية. من جانبه قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه يتوقع نتائج اقتصادية ملموسة بعد تلك المحادثات. تعد زيارة الأسد إلى موسكو هي الثانية له منذ سبتمبر من عام 2021. قال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، قال إن روسيا ستحاول العثور على حطام الطائرة المسيرة الأمريكية والتي تتهمها الولايات المتحدة بالتسبب في إسقاطها في البحر الأسود قبالة أوكرانيا. في سياق متصل دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أنتولي أنتونوف دعا واشنطن إلى وقف ما وصفه بعمليات التحليق العدائية قرب الحدود الروسية، واتهم أنتونوف الجيش الأمريكي بانتهاك المجال الجوي المؤقت الذي تم إنشاؤه للعملية العسكرية الخاصة قرب الحدود الروسية. هذا وتحتدم المعارك في مدينة بخموت شرقية أوكرانيا، وأعلن مؤسس قوات فاغنر الروسية إيفغيني بريغوجين أن وحدات الجيش الروسي توسع تطويقها للمدينة الاستراتيجية، مضيفا بأنها فرضت كذلك السيطرة على إحدى البلدات هناك. وكان مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك يان جاجين قد أكد أن القوات الروسية سيطرت على نحو 50% من أراضي مدينة بخموت.
بدوره قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قال إن كبار القادة العسكريين يفضلون الدفاع عن القطاع الذي يضم مدينة بخموت في شرق أوكرانيا والحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية. تأتي تصريحات زيلنسكي بينما تتكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة بالمدينة الاستراتيجية. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رفضه أن تكون أرض العراق مكانا لتهديد أمن الجوار، موضحا أن الدستور العراقي ملزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين. وفي كلمته خلال افتتاح ملتقى السليمانية السابع أكد السوداني أهمية إنهاء الأزمات مع إقليم كردستان، مضيفا أن الحكومة العراقية تولي أهمية خاصة لدعم قوات حرس الحدود والقضاء على أي قوة تسعى لزعزعة الاستقرار سواء في إقليم كردستان أو في أي مكان آخر من أرض العراق. أعلنت مصادر قضائية لبنانية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يحضر جلسة تحقيق في تهم متعلقة بالفساد بعد اعتراضات على الإجراءات من قبل محامي رياض سلامة. تجرى تحقيقات حول سلامة وأخيه في لبنان وخمس دول أوروبية بشأن مزاعم بوجود مخالفات مالية. وأضافت المصادر القضائية أنه تم تأجيل الجلسة للغد، وينفي حاكم مصرف لبنان الاتهامات التي وصفها بمحاولات لجعله كبش فداء للأزمة المالية في لبنان. تراجعت الشرطة الباكستانية عن توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان بعد اشتباكات عنيفة مع مئات من أنصاره، وأصدرت محكمة لاهور العليا قرارا بانسحاب الشرطة بعد يوم من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن ومؤيدي خان أثناء محاولات السلطات اعتقاله، حيث جرت أعمال عنف أصيب خلالها 69 شخصا من بينهم 34 من أفراد الشرطة، التي أعلنت أن محاولة اعتقال رئيس الوزراء السابق جاءت لعدم مثوله أمام المحكمة في اتهامات تتعلق بالفساد. لقي 14 شخصا مسرعهم جراء الفيضانات التي ضربت منطقتين متضررتين من الزلزال في جنوب شرق تركيا. وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على جنوبي شرق البلاد أدت لحدوث فيضانات، حيث لقي 12 شخصا مسرعهم في مدينة شانلي أورفا التي تبعد نحو 50 كيلومتر شمال الحدود السورية، بينما قتل شخصان آخران في محافظة أديامان المجاورة. هذا وتستمر عمليات البحث والإنقاذ والمساعدات الطارئة من قبل السلطات التركية. وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات العالمية المخصصة والمتخصصة في مجال الاستشارات لتقييم وتطوير مهارات القيادات الشبابية، وذلك للعام الثاني على التوالي. بالفعل عمرو يونس أمين سر تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب أكد على نجاح التجربة في العام السابق وأنها تأتي لتأهيل وتطوير الأعضاء، موضحا أن أعضاء ونواب التنسيقية كافة يخضعون للتقييم على أساس علمي. برامج تدريبية وتقييمية تقيس مدى تطور أداء الأفراد على مستوى الصناعة واتخاذ القرار داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذا هو جوهر البروتوكول الذي تم توقيعه بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من جانب وشركة WTW إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التدريب. الهدف من البروتوكول احنا على مدار السنة اللي فاتت لما تعاوننا السنة الأولى مع ويلي ستاورز واتسون كان الهدف ان احنا عايزين نشوف السادة الأعضاء الحاليين في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ايه الجدارات وايه القدرات اللي بيتمتع بيها كل أعضاء التنسيقية. ده بيجي من خلال تقييم إلكتروني بيعرفني ايه السمات اللي موجودة في شخصية كل عضو، هل الشخص ده متخذ قرار، هل الشخص ده بيتأقلم مع الظروف، هل الشخص ده بيحقق نتائج على أرض الواقع، هل الشخص دوت أساسا لما يتحط في أي مشكلة من المشاكل بيقدر فعلا يكون متخذ قرار لحل المشكلة دي ولا لا. أثنى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالبرامج التدريبية المتطورة والتي تساعد على تنمية أداء الكوادر القيادية وكذلك تمكين المرأة والشباب في العمل السياسي ل
للخروج بمنتج جيد. احنا النهاردة بنوقع بروتوكول للسنة الثانية على التوالي مع شركة WTW عشان نقدر نقيس كفاءات الأعضاء، ونقدر بعد كده نقدم تدريبات صحيحة، ونقدر يكون عندنا زي مقياس بيتم من خلاله قياس كفاءات الأعضاء ومهاراتهم المختلفة في مختلف المجالات. ده خطوة محترمة جدا في العالم السياسي ان احنا نبتدي نشتغل بتقييمات عالمية، وتقدر تشوف او تقدر التقييمات دي تحدد قد ايه الناس اللي ممكن تخش جوه التنسيقية، وتقدر تنمي نقاط التنمية اللي عندهم. اكتساب مهارات وخبرات جديدة بالإضافة للخضوع لكافة مقاييس ومعايير الشخصية القادرة على اتخاذ القرار بكفاءة وفعالية في ظل متغيرات محلية وإقليمية متسارعة، هو ما تسعى لتحقيقه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر أعضائها. من تنسيقية شباب الأحزاب، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. بهدف تدريب الكوادر الشابة من الخريجين الأطباء بالجامعات المصرية وبحضور أكثر من 800 طبيب في تخصصات الجراحة العامة والدقيقة والأورام، نظمت جمعية الجراحين المصرية المؤتمر السنوي 41 الذي تم خلاله طرح أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال الجراحات العامة والأورام وجراحة المناظير. في إطار التعليم الطبي المستمر وتدريب الكوادر الطبية الشابة على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الجراحات العامة والمتخصصة والأورام، كشف الأطباء المختصون خلال فعاليات المؤتمر السنوي 41 لجمعية الجراحين المصرية تقنيات وأبحاث مستحدثة في مجال جراحة المناظير كجراحات القولون والسمنة والمرارة. الجديد دايما هو أن احنا يتقلص موضوع الجراحات بالجروح الكبيرة، فدايما كل شوية في جديد في هذا، يطلع المناظير جراحات الليزر مثلا في الجزء بتاع القولون والمستقيم والشرج، وإيه اللي يتقال فيها وإيه لازم يبقى فيه، بندي رسالة للناس يبقى فيه حاجة اسمها دلالات استرشادية، مش كل حاجة يقول لك الليزر في كل شيء، هنا اعمل ليزر اعمل ليزر اعمل ليزر، لا. عمليات السمنة بالذات فبتبقى صعبة جدا، كمية دهن وفات وهكذا. دلوقتي بندخل بالمنظار 4-5 فتحات، كل فتحة لا تزيد عن سنتي سنتي ونص، والعيان عشان كده يقدر يتحرك من تاني يوم، يقدر يغادر المستشفى في خلال يوم أو اتنين على طول. أي مرض، أورام الكبد، أورام القولون، أورام المعدة، أورام المريء، أي تدخلات، العمليات البسيطة زي استئصال المرارة، استئصال الزايدة، استئصال الأمعاء، يعني سواء أورام حميدة أو خبيثة، التدخلات كلها بقت متاحة. في الغدد الدرقية دلوقتي في مناظير لاستئصال الغدد الدرقية ما بقتش بفتح زي الأول. كما تم خلال فعاليات المؤتمر طرح تقنيات مستحدثة في علاج وجراحات الأورام وزراعة الكبد وكيفية وضع دلائل استرشادية في العلاج والجراحة. النهاردة بقى عندنا أسلحة كتيرة جدا أضيفت لنا، من علاج موجه، من علاجات مناعية، حاجات بهذا الشكل، وأصبح علاج مريض الأورام بيستلزم وجود فريق علاجي بيتم مناقشة الحالة والاتفاق على أنسب طرق العلاج، وعادة بيبقى العلاج بيستلزم أكتر من طريقة علاجية مع بعض عشان نوصل لأحسن النتائج، والحمد لله النتائج مبشرة جدا في كل التخصصات وأفرع الأورام. الصفة التشريحية للكبد، وإنك إزاي تاخد الصفة التشريحية دي تفيدك في عمليات استئصال أجزاء من الكبد سواء في المتبرع أو لاستئصال الأورام، ده أنا شايف إن دي حاجة جديدة إنها ابتدت تطبق في مصر. بتبقى داخل قبل العملية عامل خطة واضحة جدا لإيه اللي هتعمله، هتقطع فين وتوصل فين، وإيه الأوردة اللي ممكن تتجنبها أو إيه اللي ممكن تحافظ عليها، أنت تستغل كل جزء في الكبد كأنسجة. أبحاث وتقنيات مستحدثة في مجال الجراحة العامة والأورام والكبد تعد خارطة الطريق للأطباء الشبان، والتي ستحدث طفرة نوعية في علاج العديد من الأمراض المستعصية. محمد حلمي، التلفزيون المصري. وعودة لمتابعة استقبال حزب حماة الوطن أول طائرة محملة بمئات الأطنان من اللحوم من المراعي المصرية في تشاد،
وينضم إلينا هاتفيا المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الإنتاج الحيواني والزراعي بحزب حماة الوطن. بعد التحية بشمهندس، يعني ما هي الكميات التي تم الاتفاق على توريدها وأين سيتم طرح هذه اللحوم ومتوسط أسعارها؟ مساء الخير. مساء الخير عليكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. أنت طيب يا فندم وأنت طيب. إطلالة سريعة على أبرز الكميات اللي تم الاتفاق على توريدها. إن شاء الله أطنان الفترة الجاية هكون موجودة على الجمهورية على مطارات القاهرة ومطار أسوان ومطار اسكندرية برج العرب. إحنا تواجدنا من سنة ونص في دولة تشاد، خدنا أرض كبيرة وعملنا فيها المرعى اللي تناسب الذوق والمذاق المصري. موجودين من فترة طويلة، غيرنا المرعى، اشترينا أبطار، عملنا نظام مقايضة عشان ما نرتبطش في سعر الصرف، وخاصة الدولار. بدأنا نزرع ونطلع مواد غذائية من هنا تناسب محتاجينها دولة تشاد. بفضل الله نجحنا ان احنا نوفر لعدد من الأبقار لا تقل عن حوالي 30,000 راس سنوية. الفترة الجاية ان شاء الله هل هيكون في زيادة في هذا المعدل لاستخدام تلك الشحنات الى مصر خلال الفترة المقبلة باشمهندس؟ الشركة الوطنية الكويتية الفترة القادمة ان شاء الله باذن الله هي المالكة المشروع، عاملة دراسة على مدار 5 سنوات ان احنا نغطي 150,000 راس سنوية. حديثا عن الاشراف البيطري والمراقبة لهذه اللحوم، كيف تتم هذه العملية؟ في لجنة من هيئة الطب البيطري موجودة حاليا بتتابع عملية الذبح، وبتتابع عملية الذبح لحد ما بيوصل لباب الطيارة، ومن هنا بيتم هيئة المواد الغذائية، هيئة سلامة الغذاء بتقوم بعملية الفحص قبل ما بتنزل المستهلك ان شاء الله. ان شاء الله. في تساؤلات حول الفارق بين اللحوم المستورده من الدول الافريقيه ولحوم المواشي التي تمت تربيتها بمراعي مصريه في تشاد، كيف تنظرون الى ذلك؟ الفرق يا فندم هو فرق في تغيير المرعى على الاقل. النهارده انت بتعتمدي على نوع العلف اللي انت بتوكليه للمرعى. نوع العلف اللي انت بتوكليه سواء بتزرعيه سواء في مصر او في تشاد. احنا زرعنا المواد العلف اللي هو الغذائي اللي هو بياكله الحيوان بياكله الابقار، زرعناه في تشاد، وفرنا عدد من المزارع وزرعنا فيها الحاجات اللي تناسب الذوق المصري. بقينا موجودين وبنغير المرعى زيها زي البلدي بالظبط، لا تقل عن اللحمه البلدي. اخيرا، الغذاء حيوي جدا بالنسبه للمواطن وتلبيه يعني هذه المتطلبات على راس الاولويات كذلك. في هذا الاطار كيف يمكن توطيد التعاون بين الاشقاء الافارقه لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن المصري وسد الفجوات الغذائيه؟ التعاون يا فندم اللي هو افريقيا يا فندم، سواء انا بكلمك على دوله تشاد، كان الحاجه الوحيده اللي هم طالبينها توفير المواد الغذائيه من السلع الغذائيه اللي عندهم. بالفعل احنا نجحنا مع رجال الاعمال الوطنيين، وفرنا الحاجات دي عبر الشركه الوطنيه شركه مصر للطيران. الحاجات دي بقت موجوده هناك، خدنا الحاجات دي اتباعت، نزلت على الاسواق التابعه لدوله تشاد. خدنا المبالغ اللي هي الضخ في سوق تشاد، اشترينا بيها افكار، عملنا نظام مقايضه. هم مش محتاجين الا غير التعاون المقايضات والتعاون التجاري. أنا بكلمك على الجانب اللي أنا شغال فيه دولة تشاد حاليا. تمام، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة. المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الإنتاج الحيواني والزراعي بحزب حماة الوطن، شكرا جزيلا لك. وتحول إلى أهم وآخر أخبار المال والأعمال والاقتصاد إلى زميلة دينا قنديل.
أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد للثامنة، أهلا بكم. هوت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% لتصل لأدنى مستوى في أكثر من عام بعد انخفاض أسهم بنك كريدي سويس المالي بأكثر من 30%، مما تسبب في مخاوف بالأسواق العالمية. وتراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج براند بنحو 4.6% لتصل إلى 73.92 دولارا للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.9% ليصل إلى 67.87 دولارا للبرميل. انخفضت أسعار الذهب العالمية نتيجة ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، بينما يقيم المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعدما أظهر تقارير أسعار المستهلكين أن التضخم ما زال مرتفعا. وتراجع الذهب في السوق الفورية بنحو 1.1% ليصل إلى 1901.24 دولار للأوقية. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% مسجلة 1905.30 دولار للأوقية. أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة أصبحت أحد أسرع أسواق المال نموا على مستوى العالم، وأنها حققت نتائج مبشرة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤية المملكة 2030. وقال الجدعان في كلمة خلال انطلاق فعاليات مؤتمر القطاع المالي الدولي في نسخته الثانية بالرياض، قال إن البنية الأساسية التقليدية والرقمية بالمملكة قد ازدهرت، وتم وضع أهداف طموحة لتطوير القطاع المالي، لافتا إلى أن أصول القطاع المصرفي زادت بنسبة 37% منذ عام 2019، حيث بلغت 3.6 تريليون ريال في نهاية العام الماضي. قالت وزارة المالية التركية إن ميزانية الحكومة التركية سجلت عجزا بقيمة 170 مليارا و560 مليون ليرة في فبراير الماضي، مما يظهر أثر الزلازل العنيفة التي ضربت جنوب شرق البلاد في الشهر الماضي. أضافت الوزارة أن الميزانية الأساسية التي لا تشمل مدفوعات الفوائد سجلت عجزا بقيمة 136 مليار و340 مليون ليرة. فتح معرض أهلا رمضان أبوابه أمام المواطنين بمشاركة 400 عارض وشركة، وقد شاركت الشركة القابضة بتخفيضات تصل إلى سعر التكلفة. هي إشارة البدء إذن لفتح المعرض الرئيس لأهل رمضان أبوابه أمام المواطنين والتخفيضات تصل إلى سعر التكلفة. الحمد لله كافة السلع سواء أساسية أو مكملة لرمضان موجودة سواء عندنا هنا أو موجودة في كافة الشوادر اللي تم افتتاحها منذ الأسبوع الأول من يناير. وزي ما سمعته من دولة رئيس الوزراء وصلنا لفوق أكثر من 550 شادر على مستوى الجمهورية. المعرض الذي يحوي بين جنباته أكثر من 400 عارض يأتي ضمن 500 معرض تم افتتاحهم لأهل رمضان. في أكثر من 400 عارض على مستوى كل أجنحة المعرض اللي بتصل إلى 100 جناح رئيسي وفرعي، منها جناح للشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ أمان اللي تابعة لوزارة الداخلية. نسبة التخفيضات بتصل إلى سعر التكلفة. فالداخل إلى هذا المعرض يرى فيه تشابها كبير في المعروض من حيث الوفرة بالسلع وإن اختلف الحجم. إن شاء الله بإذن الله إحنا موفرين اللحوم والدواجن في جميع فروعنا بره المعرض وفي المعرض هنا بكميات تفوق كل احتياجات المستهلكين. أسعار الدواجن المحلية والمستوردة بسعر 65 جنيه للكيلو، اللحوم السوداني السعر 165 جنيه للكيلو. والتخفيضات أيضا تتشابه من حيث النسب التي تصل في البعض منها إلى تكلفة الإنتاج. كافة أنواع السلع الحرة وبأسعار مناسبة جدا، يعني تقل عن أسعار السوق 25% زي ما سعادتك شايف، مثلا السكر ب 14.5، الرز ب 14.5، الزيت ب 35 جنيه الزجاجة. عندنا تخفيضات كبيرة جدا في منتجات الشركة من الدقيق والمكرونة وسميد البسبوسة وبوصمات المطحون، كل المنتجات دي تخفيضاتها تصل إلى 30%.
الدقيق عندنا دقيق بنخفضه من 22 جنيه ل 17 جنيه. طبعا اشتركنا في المعرض زي اي شركه من شركات القبضه، بيكون عشان نقدر نوفر للمواطن السلع اللي هو بيحتاجها بالسعر المناسب. ويمكن معالي الوزير انتجنا منتج 800 مللي بيتباع للمواطن ب 35 جنيه الزجاجه، ده مسؤوليتها في السوق بتوصل ل 47. وبنظره بسيطه الى المعرض يرى فيه التكامل والتنوع بالسلع سواء كانت اغذيه او جلديه. وبينما تكتمل الصورة بهذا المعرض، هناك وجه آخر للحقيقة بانتشار تلك السيارات جنبا إلى جنب بالمعارض والشوادر والتي انتشرت بمحافظات الجمهورية. فهنا جهزت السيارات المتنقلة أيضا كي تنطلق لتضاف إلى غيرها من السيارات الأخرى التي تنتشر بالقرى والنجوع. مجهزين 105 قافلة هينتشروا على عدد 27 محافظة. السيارات المتنقلة هي سلاح قوي جدا بتستخدمه الوزارة لوصول السلع ووصول المنتجات للأماكن الأكثر احتياجا والأماكن النائية في الكفور والنجوع وخلافه. وما بين تلك السيارات والمعارض والتخفيضات وجودة السلع التي تتوفر في الكل، ما على المواطن إلا الاختيار إذن. رمضان الشحات، التلفزيون المصري. وضع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتشاو يانغ رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الصينية وضعا حجر الأساس لمجمع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، وهو أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر على مساحة 200,000 متر مربع. وقال هيبة إن الحكومتين المصرية والصينية تتعاونان من أجل أن يصبح نجاح الشركة العالمية عامل جذب لاستثمارات صينية أخرى، خاصة الشركات الصناعية مهتمة بتوطين نقل التكنولوجيا إلى مصر. تراجعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي بختام تعاملات اليوم متأثرة بعمليات بيع من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين المصريين الأفراد. وهبط المؤشر الرئيسي إيجي إكترتي بنحو 4.1% ليغلق عند مستوى 14724 نقطة. كما انخفض المؤشران إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بنسب تراوحت بين 8.2% و7.6%. ونستعرض تطورات الطقس وآخر أخبار الأحوال الجوية مع نهى محمود. مشاهدينا أهلا بكم والنشرة الجوية. يسود طقس دافئ نهارا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية، مائل الدفء على السواحل الغربية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، جنوب سيناء بارد ليلا. وشبورة صباحا شمالا والقاهرة وشمال الصعيد، كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة وسط سيناء، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة غربا. وأمطار خفيفة أيضا غربا والبحر المتوسط معتدل والبحر الأحمر معتدل أيضا. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأها من القاهرة. الخميس 14-25، الجمعة 14-25 أيضا، السبت 13-21. وعن شرم الشيخ الخميس 16-26، الجمعة 16-26، السبت 17-27، وأخيرا مع الأقصر الخميس 13-27، الجمعة 15-31، السبت 13-30. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي لدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 14-25، الإسكندرية 12-24، دمياط 14-24، بورسعيد 13-23، العريش 11-23، رفح 12-23، الإسماعيلية 12-26، السويس 13-25، مطروح 12-21، وادي النطرون 13-26، المنصورة 13-25، طنطا 13-25، دمنهور 14-24، سانت كاترين 16-17، الغردقة 16-25، شرم الشيخ 16-26،
الفيوم 11-25، المنيا 10-25، أسيوط 10-26، سوهاج 12-26. قنا 13-26، الأقصر 13-27، الوادي الجديد 12-27، أسوان 14-28، حلايب 14-23، شلاتين 16-23، أبرومات 15-24، رأس حضربة 16-23. وفي الختام هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تسابق الزمن لإضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية. مصر توقع اتفاقا مع تحالف عالمي لإدارة وتشغيل وصيانة محطتي حاويات السخنة والدخيلة. واستقبال أول طائرة محملة بمئات الأطنان من اللحوم من المراعي المصرية بتشاد. والمزيد زوروا مواقعنا عبر الإنترنت مصبيرو.إيجي وناين.إيجي. سيدتي والسادة، نشرة ثامنة عرضنا لها من الفضائية المصرية ومن قناة النيل. شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله.